بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 178. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا الحديث مع المؤلف في الحلقة الماضية لما ذكره عن حكم إهداء الأعمال المالية والبدنية العبادات للميت، وبينتم التفصيل في ذلك، وقفنا على قول في هذه الحلقة: فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره أو بما يعامل به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أننا في آخر الحلقة الماضية أجملنا الخلاف فيما يصل إلى الميت من عمل غيره، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، وأن الصحيح والراجح أنه لا يصل إليه من عمل غيره إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، كالصدقة والدعاء، الحج أو العمرة. هذه ورد الدليل لأنها يصل ثوابها إلى الميت إذا عملها الحي وأهدى ثوابها له، وما عدا ذلك فلا يصل إليه إلا ما كان هو تسبب فيه قبل موته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم أي الأعمال التي عملوها في حياتهم، فصارت تجري عليهم بعد مماتهم. وقيل آثارهم أي خطاهم إلى المساجد ومشيهم إلى المساجد. فعلى كل حال الميت لا يصل إليه بعد موته إلا ما تسبب فيه هو قبل وفاته واستمر نفعه بعد وفاته. ثانيا، ما دل الدليل على أنه يصل إليه من عمل غيره كالدعاء والصدقة والحج أو العمرة، وما عدا ذلك فلا يصل إليه إلا عمله الذي عمله. نعم. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم. قال: فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع من سماع الميت. هذا من أمور البرزخ ومن أمور الغيب التي لا نقول فيها إلا بدليل. وقد ورد الدليل في أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرفوا بعد دفنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وما عدا ذلك فلا دليل يدل، يعني دليل صحيح يدل على أن الميت يسمع. إنك لا تسمع الموتى إلا ما أجراه الله معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو معجزة للمسيح عليه السلام من أنه يكلم الموتى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كلم القتلى في بدر فسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقدرون على الجواب. سألهم صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على الجواب،
وإلا فهم يسمعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو، نعم، أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره، أو بما يعامل به، نعم، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه. جاء في الحديث الصحيح أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من أنكر هذا الحديث ورأى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ثابت فلا مجال لإنكاره. نعم. ومن لم يسمعه من النبي ليس حجة على غيره ممن سمعوه. نعم. فالحديث ثابت، ولكن ما معنى أنه يعذب بما نيح عليه مع أنه لم يعمل هذا الشيء؟ قالوا يعذب يعني يتألم، وليس معنى يعذب عذاب القبر أو عذاب الآخرة، وإنما يتألم ويكره هذا الشيء، يضايقه هذا الشيء. وقيل يعذب بما نيح عليه إذا كان هو أوصى بهذا قبل موته، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون أن يناح عليهم، فإذا أوصى بأن يناح عليه فإنه يعذب بذلك، لأنه رضي به وأوصى به، كما قال شاعر الجاهلية: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. فهو يوصي بأن يناح عليه ويشق عليه الجيب، هذا هو الذي يعذب بما نيح عليه، لأنه تسبب به وأوصى به. نعم. كما ينعم بما يهدى إليه، وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع. نعم، إهداء العبادات عن الصدقات، العبادات المالية يعني الصدقات، يسر بذلك في الإجماع لورود الأدلة بهذا، ويصله ثوابها وينتفع بذلك. كما أن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه لو تكلمت لتصدقت، أفيتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم تصدق. فتصدق عنها، هذا الثواب الصدقة المالية. كذلك الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء ينفع الأموات، أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء ينفع الأموات. نعم. المهدي ثواب العمل المالي يكون أيضا له أجر مع الميت؟ له أجر في نفعه لأخيه. نعم. وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد، وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي. نعم، يتألم بما يفعل عنده من المعاصي ولا يرضى بها. إذن هؤلاء الذين يأتون عند القبور وينوحون ويشركون بالله ويستغيثون بالأموات، ماذا يكون من ألم الميت؟ خصوصا إذا كان هذا الميت من الأنبياء أو من أولياء الله الصالحين، إنه يتألم من هذا الشيء ولا يرضى به، وهم يهينونه بهذا الشيء أو بني عليه وهو لا يرضى بهذا. نعم. فقد يقال أيضا إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر، وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده. هذا قياس، والعبادات ليس فيها قياس، إنما وليست محلا للاجتهاد، وإنما اتبع ما جاء به الدليل، ولم يأتي دليل على القراءة للميت أو لإسماع الميت. نعم. فإن ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كثرة الأموات في عهده صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده وأمر من يقرأ عنده وعند قبره، فدل ذلك على أن هذا الأمر غير مشروع. نعم. وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده. نعم. وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده.
نعم. إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أن القراءة عند القبر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لا فعله هو ولا أمر به ولا أقر من يفعله، فدل على أنه غير مشروع. نعم. لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره أم لا تكره، والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد. نعم. إحداها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر متأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها. نعم. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة، وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. هذه مسألة، وهي القراءة عند القبر أو عند القبور. نعم. ذكر عن أحمد ثلاث روايات، الأولى أنه أجاز ذلك. نعم. وكان ابن عمر يوصي من يقرأ عند قبره سورة البقرة أو من سورة البقرة، والثانية أنه يجوز وقت الدفن فقط، والثالثة أنه لا يجوز مطلقا، وهذه الأخيرة هي الصحيحة وهي التي عليها جمهور العلماء، لأن هذا لم يرد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه لا دليل عليه، والاجتهاد لا يكون دليلا في المسألة، إنما هو رأي من قاله أو فعله، فيكون مجتهدا قد يخطئ وقد يصيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل، والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك، ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا ففرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. القراءة في الصلاة لا يقاس عليها القراءة عند القبر. نعم. القراءة في الصلاة دعاء للميت، والدعاء للميت مشروع في الصلاة وفي غيرها، لكن القراءة عند القبر هذه محل البحث الآن، وهذا لم يرد عليه دليل. القراءة في الصلاة ورد فيها دليل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وورد أنها تقرأ في صلاة الجنازة، ولم ينكر هذا في الغالب أحد إلا من قل من العلماء كما ذكر الشيخ. فالقراءة في الصلاة على الجنازة غير القراءة عند الميت أو عند القبر، هذا يحتاج إلى دليل، أما القراءة في الصلاة فورد فيها أدلة. نعم. قال رحمه الله: والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن، وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته، وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين، كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أما الأوقاف التي وقفت لمن يقرؤون على القبور أو يقرؤون في المآتم بعد موت الميت ويرون أن الثواب يصل إليه، فهذا عمل غير مشروع، ولكن الشيخ رحمه الله يقول استفيد منه
فائدة غير مقصودة. نعم. وهي أنهم حرصوا على حفظ القرآن، حرصوا على حفظ القرآن ورواية القرآن بالتجويد والقراءات المشهورة والواردة، فحصل فيه مصلحة غير مقصودة، أما الأصل العمل فهو غير مشروع. نعم. قال: وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته. نعم، فالقارئ لا يثاب على قراءته، لكن إنه حفظ القرآن، وهذه في حد ذاتها مصلحة. نعم. وأدخله في قوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إيه نعم، هذا الوقف غير مشروع، وما هذا أيد الله به الدين حيث صار سببا لحفظ الناس للقرآن الكريم. نعم. قال: وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا. الأوقاف نعم لها باب خاص في كتب الفقه وبيان شروطها وشروط صحتها وغير ذلك، ليس هذا موضعه، إنما الكلام على ما ذكره الشيخ هنا، أن هذه الأوقاف التي توقف للقراءة على القبور أنها ليس منها فائدة إلا شيء غير مقصود، وهو العناية بكتاب الله وحفظه. نعم. صلى الله عليكم. قال: فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. إذا مر بها وذكر الله لا، لا غير، هذا غير مكروه، أما أنه يقصدها لأجل أن يذكر الله عندها فهذا ممنوع. نعم. فإنه نوع من اتخاذها عيدا. نعم. وكذلك قصدها للصيام عندها. نعم. ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك، أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. نعم. على الرواية الأولى عن أحمد أنه تجوز القراءة عند القبور، لا يلزم من هذا أنه يرى أنه يجتمع عند القبور وتحضر المصاحف، هذا عيد، هذا من اتخاذ العيد المكاني، وهذا لا يجوز، إنما القراءة العابرة التي لا يرتب لها زمان، وإنما هي بعض الأحيان ولم يعين وقت معين، فهذا هو محل الرواية التي تجيز هذا الشيء. نعم. من عن الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم. أما الذبح عند القبور ولو كان يذبح لله فهذا لا يجوز، إن كان يذبح تقربا إلى القبر فهذا شرك أكبر، خرجوا من الملة، وهذا هو الغالب على القبوريين اليوم. أما إن كان يذبحها لله ويظن أن ذبحها في هذا المكان وعند هذا الميت له فضل فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، ويذكرون ما يذبح عند القبور في الأمصار أنه يأتون بأغنام ويأتون ببهائم من بهيمة الأنعام ويذبحون وينحرون ويطبخون ويأكلون ويحصل، هذا كله من الفساد في العقيدة وإفساد الأموال وإضاعة الأوقات وإحياء البدع. نعم. قال: فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم، لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود، وزاد قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. نعم، لا عقر في الإسلام، وفسره بأنه يعقرون عند القبر بقرة أو شاه، والعقر أصله قطع قوائم البهيمة، والمراد به هنا الذبح، ذبح البهيمة عند القبر، وهذا أقرب ما يكون أنه شرك، لأن الغالب أن من يذبح عند القبر يقصد الذبح للميت، وهذا شرك أكبر، لأنه ذبح لغير الله، وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، الله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، وقرنه مع الصلاة، دل فكما أن الصلاة لا تجوز لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله وهو شرك أكبر. نعم. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. نعم. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه. نعم. ومنهم من يذبح في الأربعين، يسمونها ذبيحة الحفرة أو نحو من ذلك، إذا تم 40 يوم يذبحون ذبيحة،
لأجل الميت، وهذا من جنس ما سبق أنه من البدع، وإن قصد الذبح للميت نفسه فهو شرك. نعم، نعوذ بالله. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منهما. لا يفعل عند القبر شيء من العبادات إلا الصلاة على القبر إذا لمن لم يصلي عليه قبل الدفن فيصلي عليه، وما عدا ذلك لا يفعل شيء من العبادات إلا الصلاة على الميت إذا لم يصلي عليه قبل دفنه، أو الوقوف للدعاء له بعد دفنه، أو السلام عليه عندما يزوره سلم عليه ويدعو له. أما أن يدعو لنفسه أو يدعو لغيره عند القبر من الأحياء فهذا لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور ومن اتخاذ بقعة للدعاء لم يرد الدليل على تخصيصها. ذكر الشيخ أنه لا يجوز التصدق عند القبر، نعم، تصدق بنقود، تصدق بطعام عند القبور، أن هذا لا يجوز لأن هذا من البدع. فالصدقة مشروعة، الصدقة مشروعة، ولكن في غير هذا المكان. تخصيص الصدقة بمكان لم يدل عليه دليل هذا يكون من البدع. ومثل هذا ما يفعله بعض الناس الآن وهو شيء جديد وحدث خصوصا عند بعض الشباب هداهم الله، أنهم يحضرون المياه الباردة ويوزعونها على الناس عند الدفن، يتبعون بها الجنازة ويوزعونها على المشيعين. هذا مبدأ وفتح باب للمجيء بالطعام والمجيء بالصدقات عند القبور، فالواجب سد هذا الباب. نعم، إذا حرام اتباع الجنازة بالماء البارد للشراب، يكره شربه، يحرم. إذا رتب هذا وقصد يكون بدعة. هو يقصد لا شك الإحسان لأتباع الجنازة المشيعين. لا، أما إنسان يأتي معه بماء بقارورة ماء ويشرب إذا عطش ما يخالف، إذا جاء بها معه صاحبها معه يخاف يعطش أو أنه فيه سكر أو فيه يحتاج إلى ماء. إيه نعم، إنسان خاص يحتاج إلى ماء لا بأس. أما أننا نجيب ماء مياه ونجيب صناديق من القوارير والمعلبات ونوزعها على المشيعين فهذا يفتح باب شر كبير. نعم، وهو من أنواع الإطعام وتصدق عند القبر، يفتح الباب للطعام ولغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن المحرمات العكوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. نعم، مما يحرم عند القبور سدانتها، أن يجعل لها حارس يحرس القبر. أما أن المقبرة كلها يجعل عندها حارس أو عمال يحفرون القبور أو يحرسونها عن العبث هذا لا بأس به، ولا يكونون عند القبور، إنما يكونون في مكان تابع للمقبرة ومنفصل عنها، يكون لهم سكن ويكون عندهم أدوات الحفر وعدة الحفر هذا لا بأس به. أما أن يكون قبر يبنى عليه ويتخذ له حارس وسادن فهذا مضاهات الكعبة، أو تجعل عليه الستور أو يجلس حوله ويعتكف عنده فترة من الزمان فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من الغلو في القبور ووسيلة إلى الشرك. نعم. قال: فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ نعم، البناء على القبر أصله كبيرة وملعون من فعله ومغضوب عليه لأنه من وسائل الشرك، وهو من شرار الناس أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتخذون المساجد على القبور من شرار الخلق كما سبق. وكذلك ما يتبع البناء من الاعتكاف عندها ومجاورة، يبنون غرف عندها للمجاورة جوار فلان الميت، ويجعلون لها صناديق للنذور،
ويجعلون لها أوقاف لتبخيرها وإضاءتها وغير ذلك، كل هذا من الشرور والغلو في القبور والإعانة على الإثم والعدوان. نعم. بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام. نعم، الشيطان يزين لهؤلاء أن الاعتكاف عند القبر أنه أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام، لأنه لا يعظم المسجد الحرام وإنما يعظم هذا القبر. ولذلك تجد كثيرا من الحجاج والمعتمرين لا يجلسون في المسجد الحرام ولا يطوفون بالكعبة إلا نادرا، وإنما تراهم حول الغيران، غار حراء مع صعوبة الوصول إليه، وغار ثور وكذلك صعب الوصول إليه، والذهاب إلى دار المولد المزعومة وغير ذلك من الأمور، فيصرفون وقتهم في معصية الله ويتركون المسجد الحرام الذي الصلاة الواحدة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه، وليطوفوا بالبيت العتيق، يتركون الطواف بالبيت ويتركون الصلاة في المسجد الحرام فريضة أو نافلة، يتركون الاعتكاف في المسجد الحرام ويذهبون إلى القبور والغيران وما أشبه ذلك، لأن شياطين الإنس والجن زينت لهم هذه الأمور وصرفتهم عن الحق، فهؤلاء من الذين يصدون عن سبيل الله. نعم. قال: إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، يحبون الاعتكاف عند القبر ولا يحبون الاعتكاف في المسجد الحرام، فيكون منطبقا عليهم قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا يدخل تحت عموم الآية، أن من أحب القبر ولم يحب المسجد الحرام، أو أحب المسجد الحرام وأحب معه القبر، فإنه يكون له نصيب من هذه الآية. نعم. بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. نعم، يحترمون هذه القبور ويعظمونها أكثر مما يحترمون المساجد المبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى، والعكس هو الواجب، لأن الله جل وعلا قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالواجب أن المسلم يتعلق قلبه بالمساجد. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل قلبه معلق بالمساجد. الله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد هي محل العبادة، وهي محل الطاعة، وهي محل الاعتكاف، وهي محل الصلاة. أما القبور فإنما تزار لأمرين: للاعتبار وللسلام والدعاء للميت فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.